بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مفهنة بنت روزالي من أهل اتحاد الخطاطين الماليين بمصر. إن شاء الله الآن أنا في ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي الدورة الرابعة بقصر الفنون بدار الأوبرا القاهرة. في هذه الفرصة سعيدة سأشارك معكم عن بعض الآيات القرآنية التي تكتب بالخط المغربي برواية واش النافع. مثلا هذه لوحة تكتب الخط المغربي لأستاذة نور سهيلي بنت مسكوب من طلبة ماليزية في جامعة الأزهر الشريف. هكذا شكل الخط المغربي، أساسها دائرة، كل من حروف الفاء والقاف والنون والياء في آخر كلمة ليس فيه نقطة، وأما الحروف فاء نقطة في أسفل وحروف القاف نقطة في الأعلى. إن شاء الله صديقتي العزيزة فرحة بنت زركفلي من طلبة ماليزيا في معهد قراءة فتية شبه خيمة ستشهر لنا الطريقة الصحيحة لقراءة القرآن الكريم برواية واش النافع من طريق الشاطبية. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله سأشرح ثلاثة آيات من سورة الجمعة. أولاً، من أصول الورش هو يقرأ في مد المنفصل ومد المتصل بالإشباع، يعني بست حركات كما في المثال. هنا يوجد مد المنفصل، قل يا أيها، وهنا يوجد مد المتصل، أولياء لله. وثانيا، قرأ ورش بصلة ميم الجمع إذا يوجد بعد الميم الجمع همزة القطع كما في المثال. هنا إن زعمتم أنكم، يوجد بعد الميم الجمع همزة القطع، وقرأ ورش بصلة ميم الجمع وصلا ولا وقفا. في الآية الثانية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هنا في الكلمة في الأميين قرأ ورش بالنقل في الأميين، وهنا قرأ ورش بمد البدل بالتوسط والإشباع، آياته. ثم في الآية الخامسة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا في الكلمة التوراة والحمار قرأ ورش بالتقليل، التوراة الحمار، وهنا في الكلمة بئس قرأ ورش بإبدال الهمزة بالياء، بيسا. بعد في الآية التاسعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا في الكلمة للصلاة قرأ ورش بتغليظ اللام، للصلاة، وهنا فاسعوا إلى قرأ ورش بالنقل
فاسعوا إلى، وأخيرا في الكلمة خير لكم قرأ ورش بترقيق الراء خير لكم خير لكم. صدق الله العظيم. فهمتم؟ صدق الله العظيم. ما شاء الله، هذه شرحة واضح جدا. شكرا يا فرحة. في آخر كلام، شكرا على حسن استماعكم. أسعد الله أيامنا بكل خير. دعوتكم لنا بالتوفيق في هذه مسيرة خطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.